بخطوة تهدف إلى تحسين من الوضع البيئي والتقليل من استخدام الوقود الذي يتسبب بالتلوث، فريق عراقي أنباري يشارك بمسابقة في دولة الهند. يعتمد مشروعهم على تقنية وايرلس باور ترانسفير، أي بمعنى نقل الطاقة اللاسلكية عبر أجهزة الإرسال في الشارع وأجهزة الاستقبال في السيارات وخزنها في بطاريات لحين استخدامها. أنتجنا جيل ابتكاري مثقف وواعي وعلمي أيضا، شاركنا في مسابقات عديدة، حصلنا على جوائز عديدة من ضمنها المشاركة الدولية اللي حصلت في دولة الهند نيودلهي. هذه المسابقة صارت بين 50 دولة وأكثر من 120 مشروع. كانت عندنا 3 لجان الحمد لله والشكر. الوفد المشارك العراقي هو من محافظتين، محافظة صلاح الدين ومحافظة الأنبار. محافظة صلاح الدين شاركت بالسومو ومحافظة الأنبار شاركت بالابتكار. من المدارس والبطولات المحلية، الأنبار تخرج جيلا ابتكاريا جديدا من مدارس الفلوجة، فمن بين 50 دولة وأكثر من 120 مشروعا استطاعت الأنبار حصد المركز الأول ضمن بطولة الابتكار. كنا مشاركين في بطولات مدرسية، بعدها تأهلنا إلى البطولات المحلية، ومن ثم بفضل الله إلى البطولات العالمية. وكأحد مشاركاتنا في البطولات العالمية حققنا إنجاز ساحق على أكثر من 50 دولة، وبفضل الله جبنا المركز الأول على العالم. يعتمد مشروعنا على تقنية وايرلس باور ترانسفير، والتي هي نقل الطاقة لاسلكيا عبر أجهزة الإرسال التي تكون مزروعة في تحت الشارع، وأجهزة الاستقبال التي تكون موجودة في السيارات ولخزنها في البطاريات لحين استخدامها في وقت لاحق. لم يكون مشروعنا صديق للبيئة لأنه يقلل من استخدام الوقود الأحفوري، وهذا يساعد على تقليل تلوث البيئة. بعد هذا الإنجاز البارز في بطولة صناعة الروبوتات، يطلع العديد من المبتكرين والطلبة في العراق إلى دعم الحكومة لهم في تعزيز قدرات هؤلاء المبدعين وتمثيل العراق بشكل مميز على الساحة الدولية. لبرنامج صباح الخير يا عراق، محمد الأتروشي.